أهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان لها أن الطيران الإسرائيلي اعتدى عند الساعة 1 من صباح اليوم الثلاثاء على أحد مواقعه العسكرية بريف القنيطرة، فتصدت وسائط الدفاع الجوي السورية وأسقطت طائرة حربية جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع أخرى غرب صعصع. من جهتها نفت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر إذاعة صوت إسرائيل نفيا قاطعا ما جاء في بيان الجيش السوري. يواصل 3 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين رفضا لاعتقالهم الإداري. هذا ويواصل الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول إضرابهما عن الطعام منذ ما يزيد عن 70 يوما رفضا لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال دون تهمة، فيما يواصل الأسير مالك القاضي إضرابه عن الطعام لليوم 62 على التوالي رفضا أيضا للاعتقال الإداري. نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء اعتقال قوات الاحتلال لشاب فلسطيني في الناصرة بزعم تهديده لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقتل. ونقل موقع 0404 العبرية المقرب من جيش الاحتلال أنه جرى اعتقال فلسطيني 25 عاما من مدينة الناصرة المحتلة بتهمة إرسال تهديد لرئيس حكومة الاحتلال بإطلاق النار على رأسه. لقي الشاب محمد إبراهيم أبو مراحيل 21 عاما مصرعه فجر اليوم الثلاثاء إثر سقوطه من أعلى برج الصالحي بجوار نادي الأهلي في مخيم صيراط وسط قطاع غزة، ويعمل مراحيل ناطورا في ذات البرج. وأخيرا سجلت في إسرائيل حتى الآن 14 حالة إصابة بفيروس زيكا الذي يشكل خطرا على النساء الحوامل. من جهته قال مدير خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور إيتمار جروتو إنه لا يخشى في هذه المرحلة من تفشي الفيروس في إسرائيل. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز. المزيد على وطن الأنباء، إلى اللقاء.